من يومين نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صور ومقاطع فيديو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية لمعتقلين فلسطينيين مصطفين في شوارع شمال غزة. انتشرت صور تانية لشهداء تم قنصهم وهم بيرفعوا راية بيضاء. طبعا هذه المشاهد أثارت جدل كبير، وانتشرت الصور دي على نطاق واسع وكانت محل إدانة مش بس في الدول العربية وشارع ده، ولكن كمان في الداخل الإسرائيلي. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور أحمد فؤاد أنور الباحث في الشؤون الإسرائيلية. دكتور صباح الخير يا فندم. أهلا أستاذ محمد وأهلا في زمان. يا أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك بتقرأ هذه المشاهد وبتشوف هذه الصور اللي لقت إدانة كبيرة مش فقط في الأوساط الإعلامية العربية وفي الشارع العربي والدولي، أيضا في الداخل الإسرائيلي؟ هي طبعا فضيحة متكاملة، سبق وتجربة ذلك في العملية السابقة الأخيرة البرية لإسرائيل في غزة وفشلت بامتياز. يعني كان في تقبط آنذاك، والتقبط الحالي مرجعه الفضائح المرتبطة باكتشاف شخصيات بعينها ضمن الذين تزعم إسرائيل أنهم مقاومين. فتم اكتشاف إعلامي، تم اكتشاف شخصيات أكاديمية موجودة. الحاجة الثانية اللي بدأت الطرف الخير إن مفيش حد فيهم في كاتش، يعني مفترض في اثناء المقاومه في عمليات سابقه حتى في اثناء القاء القبض على اسير بيكون في اشتباك في نوع من العنف، انما اتضحت الحقيقه يعني بالتدريج. متحدث باسم جيش الاحتلال اعترف منذ قليل بان تم اقتياد من هم في سن التجنيد او يصلح لهم للقتال للتحقيق معهم. طب يعني اذا كان التحقيق معهم انت اصدرت كميه من الاكاذيب واهنت يعني هذه المشاهد، لو سمحت لي، هذه المشاهد اللي كنا بنشوفها دلوقتي على الشاشه وهم بيقتادوا عدد كبير من الفلسطينيين، دول متجهين للتحقيق؟ هذا الرأي الاخير اللي منذ دقائق بعد ما الدنيا كلها قالت ان دول مش مقاومين وان دول مش مسلحين، وان حتى لو يعني السياق نفسه غير منطقي، وان في شخصيات منهم شخصيات معروفه، يعني هم حاولوا يخفوا العيون ويعني يخفوا الملامح، لكن في النهايه تم تمييز عدد منهم ان هم اكاديميين واعلاميين لهم اسمائهم يعني. فهو اقتحموا مدارس الأونروا واخذوا منهم من في سن يصلح للقتال، وادعوا ان دول مقاومين واشتبكوا واحنا استسلمنا، وفي النهاية تم فتح الأمر. طيب يعني لا يخفى على أحد أن الصور دي هتدين الجانب الإسرائيلي دائما، يعني حتى لو في الداخل الإسرائيلي أو في الخارج. إحنا عايزين نعرف إيه المغزى من نشر هذه الصور برغم أنهم عارفين كويس قوي أن ده هيتسبب في إدانتهم في المجتمع الدولي. الروح المعنوية طبعا في إسرائيل، الاشتباكات الداخلية في إسرائيل التي جعلت البعض لا يثق بان هناك نيران صديقه قتلت الكثيرين من جنود الاحتلال. ايضا التمييز، البعض يتحدث لماذا تل ابيب لا يسقط منها قتلى في هذه الحرب. ابتدت هذه النعره تزيد ان هناك شرقيين وان هناك سكان مناطق فقيره هم الذين يلقون حتفهم. ايضا مشكله عدم الاعتراف بمصير المحتجزين والاسرى، ده اصلا ضاغط على الجانب الاسرائيلي. منذ قليل برضو صدرت عن معايير يعني احتجاجات صريحه بتقول ان المشكله مش في غزه ولا استمرار القتال في غزه، مشكله في الحكومه المجنونه اليمينيه التي تقود اسرائيل علشان موضوع القضاء والتهرب من المحاكمات الفساد التي تلاحقها، وعشان الاستيطان. هو في النهايه المستوطنين أقلية داخل إسرائيل، فإن الجميع يسير وفق رغباتهم وآرائهم وأساطيرهم ده غير مقبول. طيب دكتور، خلال الأيام اللي فاتت قل الحديث بشكل كبير جدا عن المحتجزين، لماذا برأيك؟ لأن هو كان في مراهنة وفشلة من جانب الحكومة الإسرائيلية إن هم هياخدوا معلومات ممن تم إفراج عنهم من حماس، ثم تحليل صور الأقمار الصناعية لعملية التسليم والتسلم، ثم إجراء عملية لتحرير أحد الرهائن، ثم إبراز ذلك في الإعلام على أنه انتصار كبير. لكن طبعا حضرتك عارف إن امبارح كان في عملية فشلت
وتم قتل الأسير في أثناء الاشتباكات، وتم جرح وقتل عدد من المهاجمين. والحقيقة هو تاريخهم كده في عمليات الإفراج عن الرأس في فشل ذريع ومتكامل. لكن بجهاز الاستخبارات اللي بيدعي أنه هو أكبر جهاز استخبارات في المنطقة، ما قدروش من خلال التحقيقات مع المحتجزين المفرج عنهم خلال الفترة الأخيرة أن هم يصلوا إلى أي معلومة؟ اولا يعني حماس تتحسب لهذا فتتخذ اجراءات استباقيه. الجانب الاخر ان دول نساء واطفال، احنا لسه ما دخلناش في مرحله الرجال حتى المدنيين، فمن تم افراج عنهم هم نساء واطفال. وحماس تتحسب يعني هي لديها ايضا امن مضاد للاختراق واجراءات للتمويه، فطبعا ما كانش في ايد اسرائيل معلومات يعني كافيه لانها تقوم بهذه العمليه، زي ما بقول لحضرتك تاريخها في عمليات محاوله عمليات تحرير الرهائن سيئه جدا، رغم ان هم بيقولوا عمليات ناجحه، يعني بتلاقي الاسير مات والمهاجمين ماتوا والاعلام يصر انها عمليه ناجحه. في تصاعد لنبرة الاحتجاج في الصحافة الإسرائيلية على ما تقوم به هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. معاريف بتقول إنها نشرت استطلاع بيؤكد استمرار انهيار شعبية الحكومة الإسرائيلية، وهارتس بتقول إن استراتيجية إسرائيل الأحادية الجانب تجاه غزة هتستمر في التسبب في كارثة أكبر. في تعالي للأصوات الاعتراض في الصحافة الإسرائيلية على ما تقوم به هذه الحكومة. هو أنا بالنسبة لي أكبر تعبير ويتجاوز الرقابة هو الكاريكاتير، فالكاريكاتير بيسخر جدا من يائير ابن نتنياهو وعدم خدمته في قوات الاحتياط رغم أنه هو عنده 32 سنة، وبيقول أنه هو مهتم جدا بميامي والشاطئ اللي في ميامي والأخبار هناك إيه، وأنه لا هيرجع ينقذ ميامي، الشاطئ اللي هناك بيتعرض لبعض الاعتداءات، فبيجري تليفونات لهذا الصدد. ده كاريكاتير بيسخر منه ومن عدم اكتراثه وعدم اهتمامه بواجهة اسرائيل. حاجة ثانية، ما صدر عن نتنياهو الأب بخصوص محاصرة بيت السنوار، والجميع يعلم طبعا ان بعد 60 يوم بعد 64 يوم السنوار مش موجود، بل البيت مش موجود، البيت تم قصفه. فكان عامل كاريكاتير رسام أرتس يعني دبابات أمام منزل السنوار وبيخبطه ويقول السنوار موجود، يحيى موجود، حد بيخرج بيقول له ده في الشغل. فده بيدل على ان في سخريه بين نتنياهو ومما يروج له امام الاعلام بان في انجاز. انا حاصرت بيت السنوار، هو بيت السنوار اولا متقدم، زي موضوع برضه اسماعيل هنيه ولقينا الفيزا كارت ولقينا الفواتير، يعني هو يعني هم رددوا قبل كده ان هو مش موجود، هو فعلا مش موجود في غزه منذ سنوات، وان ابنائه ايضا واحفاده مش موجودين، وما فيش حد يعني بيسيب فواتير كده، واللي بيتحدث باسم جيش الاحتلال بيقدمه بنفسه ان هو انتصار يعني او انجاز. طيب ده يا دكتور اللي بيسعوا ان هم يروجوه في الاعلام عندهم عشان يقنعوا الشعب الاسرائيلي بانه في بالفعل شغل على الأرض من أجل تحرير المحتجزين والقضاء على المقاومة، هل الشارع الإسرائيلي اقتنع بما يفعله نتنياهو وحكومته؟ لا، الأغلبية طبعا بتقول إن أنتوا بتهددوا المحتجزين والأسرى على مستويين، مستوى القصف العشوائي، مستوى تردي الحالة الصحية، بعض المحتجزين متقدم في السن بعضه يحتاج علاج، فلما أنت تضغط على القطاع وتمنع عنه الإغاثة وتستمر في قصف المؤسسات ومقومات الحياه العاديه، فبيتضرر ايضا اسرائيل المحتجز في الداخل. صحيح. وبيشكل ذلك خطر على حياته. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور احمد فؤاد انور الباحث في الشؤون الاسرائيليه، شكرا جزيلا لحضرتك.